مع حضراتكم إلى نوع آخر من الأخبار بنتحدث فيه عن الفن الإسلامي، وتحديدا عن متحف الفن الإسلامي الموجود في ميدان باب الخلق، وهو أحد أشهر ميادين القاهرة التاريخية. تم اختيار هذا المكان، بنتحدث طبعا عن هذا المكان اللي موجود فيه المتحف اللي بتمر النهاردة ذكرى افتتاحه في مثل هذا اليوم من سنة 1903 ميلاديا. تم اختيار المكان عشان يكون على مقربة من أشهر المعالم المعمارية الإسلامية المعبرة عن عظمة الحضارة الإسلامية ورقي فنونها. للمزيد عن تاريخ المتحف الإسلامي اسمحوا لنا أن احنا نتابع مع حضراتكم العرض التالي ونرجع تاني. للمزيد عن هذا الخبر بينضم لينا الخبير الاثري دكتور احمد عامر. صباح الخير يا دكتور. يعني صباح الخير على حضرتك يا استاذ امل وعلى الاستاذ باسم وعلى كل الساده المشاهدين على قناه سي بي سي كسترا نيوز. صباح النور يا دكتور احمد، منورنا. ده شرف ليا حضرتك. دكتور احمد، الحديث عن متحف الفن الاسلامي، وده بيعتبر اكبر متحف اسلامي بالعالم وبيضم مجموعات فنيه تراثيه اسلاميه من دول كثيره جدا، حدثنا عن هذا الامر لو سمحت. يعني هو النهارده طبعا الذكرى ال 119 على تاسيس متحف الفن الاسلامي طبعا بالقاهره، ان هو تم تشييده وتاسيسه في 28 ديسمبر عام 1903. لما حتى هنيجي نتكلم عن فكره انشاء المتحف هنجد ان صاحب فكره انشاء هذا المتحف للفنون والاثار الاسلاميه كان في عصر الخديوي اسماعيل، طبعا اللي هو صاحب طبعا القاهره الخديويه بالتحديد. الكلام ده كان سنه 1869 ميلاديه، وتم تنفيذ الفكره بالفعل في عصر الخديوي توفيق سنه 1880 لما قام فرنترز باشا بجمع التحف الاثريه اللي كانت ترجع طبعا الى العصر الاسلامي في الايوان الشرقي اللي طبعا لجمع الحاكم بامر الله الموجود في شارع المعز بالتحديد. الكلام ده كان سنه 1882. كان وقتها عدد التحف في تلك الفتره التي تم جمعها والحصول عليها ما يقرب من 111 تحفه، وتم طبعا بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم اطلق عليه وقتها المتحف العربي. طبعا فرانتنز باشا ترك الخدمه سنه 1892، ولكن هو تم افتتاح المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنه 1903 بنفس اليوم اللي احنا بنتكلم فيه 28 ديسمبر. لما حتى بنيجي نتكلم طبعا عن المتحف والتوسعات التجديدات اللي حصلت ليه، كانت ما بين عامي طبعا 1983 ل 84 تم طبعا توسيع مساحه المتحف وزياده عدد القاعات الخاصه به، صارت 25 قطعه. المتحف نفسه مر بعد كده بعده تطورات، منها طبعا ما حدث في عام 2003 من تغيير نظام العرض المتحفي بالكامل، ثم تم افتتاحه عام 2010، وطبعا كان حصل له طبعا مشكله الدمار اللي حصلت 2014، وتم افتتاحه بالفعل في عام يعني طبعا تاهيله وتاسيسه وطبعا عام 2015 وقتها، وطبعا افتتاحه بقى نهائيا كان عام 2017. لما بنيجي نتكلم حتى عن الوصف المتحف التخطيطي، المتحف طبعا يتكون من طابقين، الاول بيحتوي على 7 قاعات للعرض، والثاني يحتوي على مخازن واقسام لترميم الاثار، ويضم طبعا المتحف 1000 قطعه اثريه تنتمي الى كل الدول العالميه، بينها طبعا مجموعه نادره من المنسوجات بقى والاختام والزجاج.
والخزف والسجاد، وطبعا السجاد الايراني طبعا من اشهر السجاد الموجود طبعا في المتحف، وايضا السجاد التركي، بجانب طبعا مجموعه من ادوات الفلك والهندسه اللي كانت بتستخدم في العصور الوسطى، ومنها ايضا مجموعه هائله من الات الجراحه والحجامه. كانت بتستخدم طبعا كل هذه الامور خاصه في عهد العصور الاسلاميه بالتحديد. نعم. لو سمحت لنا يا دكتور احمد، يعني بالحديث عن المتحف والمقتنيات الموجوده في هذا المتحف، ربما نتساءل ان هو في زي ما حضرتك بتقول في طابق ارضي وطابق علوي، والطابق العلوي في مخازن وفي مناطق لترميم الاثار، وده شيء يدعو على او يدعو يبحث عفوا يدعو للفخر ان احنا بنرمم اثارنا بنفسنا، ولكن في عدد كبير من المعروضات غير معروض ربما لعدم وجود مساحات كافيه. هل نحن بحاجه الى المزيد من التطوير او انشاء متحف جديد ربما؟ هو طبعا عدد القطع المعروضه حاليا دلوقتي 100,000 قطعه او 100,000 تحفه اثريه. طبعا كمان السيناريو العرض نفسه 4,000 قطعه اثريه، وفي حاجات طبعا تضم عصر كمان عصر اسره محمد علي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه معظم دلوقتي المتاحف المصريه الكبيره زي المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير اللي ان شاء الله سوف يتم افتتاحه قريبا، طبعا برضه في يعني واحد من اكبر معامل ترميم الاثار على مستوى العالم لانه متنوع، فدلوقتي بقت المتاحف بكل فخر فيها مراكز ترميم اثار على مستوى عالي جدا، بمجرد طبعا الحاجات دي ما تطلعش بره او يجي خبراء يرمموا، لا الحاجات دي دلوقتي بنسبه كبيره بتتم بايادي مصريه. موضوع ان هل محتاجين طبعا متحف ثاني للاثار الاسلاميه بالتحديد؟ طبعا، لان طبعا احنا عشان نعمل متحف طبعا الموضوع بيبقى مكلف جدا، يعني مش سهل دلوقتي، انت كمان بتواكب التطور اللي موجود في تلك الفتره، لازم تعمل متحف متكامل يتسع كل هذه القطع الاثريه مع كمان احدث نظم العرض المتحفي، ودي طبعا بتبقى مكلفه جدا للدوله. النهارده عندنا المتحف المصري الكبير بقى له فتره طويله، هو داخل في يعني من 2006 فكرته من 2002 لحد النهارده لسه ما خلصناهوش. المتحف القومي للحضاره لحد الان لسه برضه مفتوح جزء فقط، فانت النهارده عشان تعمل متحف طبعا تحط في كل القطع الاثريه طبعا انت محتاج مش متحف، متاحف، لان طبعا الاثار موجوده في كل حته في مصر. كمان انت عند حضرتك كمان برضو المتحف المصري بالتحرير طبعا فيه برضو اثار موجوده في البدرمات كثيره جدا، لعدم طبعا يعني قدره المتحف على استيعاب مثل هذه الاثار بالكامل. حتى لما حضرتك بتتكلم عن متحف الفن الاسلامي، ده يمكن مثلا المتحف رقم واحد على مستوى العالم من حيث الاثار الاسلاميه اللي فيه بالتخصص بتاعه، لان المتحف نفسه منقسم لعناصر طبعا فنيه وتراث بقى من العصر الاموي والعباسي والايوبي، كمان بيتكلم عن العصر المملوكي والعثماني، كمان بيضم كمان 10 اقسام تبع للعناصر الفنيه، وهي طبعا المعادن، العملات، الاخشاب، النسيج والسجاد والزجاج والزخرف طبعا والحلي والسلاح والاحجام والاحجار والرخام نفسه. فطبعا المتحف يعني بيغطي ما يقرب من 12 قرن هجري، مكتبه كمان بالدور العلوي تحتوي طبعا على الكثير من الكتب النادره منها باللغات الشرقيه مثل بقى الفارسيه والتركيه ومجموعه كمان اخرى باللغات الاوروبيه الحديثه كالانجليزيه والفرنسيه والالمانيه، كمان بالاضافه الى مجموعه كتب من الاثار الاسلاميه والتاريخيه. يعني المكتبه نفسها عدد مكتباتها ما يقرب من 13,000 كتاب. يعني يمكن يا دكتور احمد زي ما حضرتك بتقول، هو على امتداد تاريخنا الطويل جدا والغني جدا وتراثنا الغني جدا، من الطبيعي ان يكون عندنا عدد كبير جدا من المتاحف وكلها عمرانه ما شاء الله، وكلها بيعمل فيها مصريين وايضا في الترميم ايادي مصريه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور احمد عامر الخبير الاثري على وجودك معنا في هذا الصباح.